القعقاع. شنو انا من حسين وحسين مني؟ شنو انا من حسين؟ لا بس خليني بداية بعد اذنك تعطيني دقيقتين ارد على السيد ميثم في بعض النقاط. المنهج الواضح، المنهج الواضح لآل البيت رضي الله عنهم وارضاهم وحشرنا معهم باذن الله تعالى منهج واضح قائم على دين محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتغير من زمان ومكان. هاي واحد. المقارنة بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى بفرعون وفرعون وسيدنا يوسف، هذا عبارة عن تضليل للناس. فالمعلوم أن يوسف لم يكن يتعامل مع فرعون، بل كان يتعامل مع ملك عادل من الهكسوس، وارجع للتاريخ وارجع حتى لآيات القرآن، ولم يكن فرعون. وأعطيني آية واحدة أو حديث أنه كان فرعون. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أنت تظلم ثورة الحسين عندما تتكلم بأن سيدنا علي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالسكوت على كسر ضلع زوجته وأن يرى مقتل ابنه ولا يثور على الظلم. وليس كذلك، بل بعد ذلك يقوم ويكون قاضي عند هؤلاء الظالمين، ويقف أتباع عمار وسلمان ليكونوا أيضا أئمة وولاه، واحد منهم لإيران والثاني للعراق في عهد الظلام. حسبي الله ونعم الوكيل. نحن أتباع الحسين رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج على الظلم وخرج على البغاة وخرج على الملاعين الذين قاموا بقتل سيدنا الحسين، وهذا ليس لا لف ولا دوران، هذا موقف ثابت. كل ما ذكرتوه ذكرتوه من كتب أهل السنة والجماعة الذين كانوا واضحين في وصفهم ليزيد. خرج على يزيد عبد الله بن الزبير وأخيه زوج سكينة بنت الحسين، مصعب زوج سكينة، استمر بالخروج على هؤلاء الظالمين ووقف وقتل زوج سكينة. استشهد مع الحسين أبا بكر وعثمان بن علي، لا تذكرونهم أبدا. وهذا يعطينا المنهاج الواضح لأهل السنة والجماعة، يعطينا المنهاج الواضح لأهل السنة والجماعة أن الحسين وآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم لا يرضون بالذلة. هيهات، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. فلا يكسر الضلع ولا يقتل الطفل ولا تسلب الإمامة ولا يقتل الدين ولا يقوم الجبارين ليكسروا ويقتلوا ويدمروا الأمة. هذه رسالة علي، ونحن أتباع علي الحقيقيين، نحن أتباع الحسين الحقيقيين، ولن نرضى بالذلة يا حسين. الذلة منهج أبيك ومنهج أجدادك، هذا منهج آل البيت، وليس التخفي والتخفي وراء التقية. والله الأوضاع تختلف من زمن إلى آخر، لا والله، لا والله، لا والله، فالمنهج لا يختلف، لا والله. أنا أخذت أكثر من دقيقة. آخر كلمة، أنت أعطيتهم وقت كامل، أعطيني وقت. وعلى مر الزمن، وعلى مر الزمن، من قام بالثورات ضد الظلام؟ من قام بالثورات ضد القاتلين المجرمين؟ ألم يكونوا أحفاد الحسن والحسين؟ من ضحى بنفسه وقدم أمواله وماله وقاتل وهو ضعيف؟ ألم يكونوا أتباع أولاد علي؟ فكيف علي بن أبي طالب حيدر ذو الفقار؟ هذا الخطاب كله راح كله يروح بسؤال واحد. لحظة سيدنا، الآن تتفضل، بس قبل أن تتفضل لحظة، أنت قلت أن يزيد بن معاوية ملعون لعنة الله عليه وأنه ظالم وكذا كذا، صح؟ نعم، وهذا قول أهل السنة جميعا، قول أهل السنة. ليش عبد الله بن عمر يدعم خلافة يزيد بن معاوية ويبايعه ويقول للناس بايعوا لأنها بيعة لله وللرسول؟ لأنه مخطئ، ومخطئ خطأ كبيرا، وهو ليس معصوم. وعبد الله بن عمر عندما يتخذ قرارا ببيعة يزيد فهو مخطئ، وأنا كما أنت تعلم أنه عاد عن هذا الرأي. لا 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 لا. ولكن حتى لو لم يعد، لحظة لا أنت تكلمت، تفضل سيد. بس آخر نقطة أرد على السؤال، أرد على السؤال لو سمحت. لحظة أخونا، خليك تكمل السيد وبعدين أرد على السؤال. الذي جرى على الأمة الويلات، لحظة يا أخي، لحظة يا أخي،
الذي اخواني الاعزاء يعني الذي لحظه يا قعقاع الذي جرى على الامه الويلات هو ابي اهل الحرة. اصبر 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 الذي قطع الصوت الذي لحظه اخونا الذي جرى الويلات على الامه هتك اعراض النساء في وقعه الحرة قتل الامام حسين عليه السلام باحتراف الاخ القعقاع. طيب من الذي جاء بيزيد؟ جاء به معاوية بن أبي سفيان، هو الذي نصبه على الأمة، بل له حديث في صحيح، فليظهر لنا قرنه، فلنحن أحق له، فلنحن أحق بهذا الأمر، من هو من أبيه؟ يقول أنا حق بهذا الأمر، وابن يزيد أحق بهذا الأمر من عبد الله بن عمر ومن أبيه، هذا في صحيح البخاري، حينما البخاري إخواني يبتر الرواية، حينما اعترض ابن عمر على 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 فعل مروان بن الحكم وفعل معاوية في أخذ البيعة ليزيد في صحيح البخاري، قال له ماذا إخواني؟ ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسوتها تنطف، فقالت فإنهم ينتظرون وأخشى أن يكون احتباسك عنهم فرقة. ثم قال معاوية من كان يريد فلنحن أحق به من هو من أبيه، يعني أنا وابن يزيد أحق للأسف بهذا الأمر من معاوية من مع عبد الرحمن بن أبي بكر وفي صحيح البخاري أيضا. شوف أخوان الأعزاء صحيح البخاري والبخاري يبتر الكلام، باب والذي قال لوالديه أف لكما. طيب يقول حينما جاء استعمله مروان استعمل مروان بن الحكم استعمله معاوية فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الله الصحيحة فقال له أهرقلية أهرقلية أبا بكر رضي الله عنه هو يقول طيب سيدنا ما جعلها في احد من والديه واحد من اهل بيته، ولا جعلها معاويه الا رحمه وكرامه لوالده. فقال مروان الست الذي قال لوالده الى اخر، يقول سكت عنها بكثير واسناده صحيح. معاويه طيب نعم خليني ارد على دقيقه لا سيد في صوت ارجع الصوت انقطع في صوت حجي في صوت الان في صوت تفضل نعم 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 أقول في صحيح يقطع الصوت يا حج نعم أقول في صحيح البخاري سموها هرقلية والبخاري بتر الرواية والألباني يذكرها في صحيح البخاري عبد الرحمن بن بكر يصف فعل معاوية بن أبي سفيان بأنه بالهرقلية. نعم لحظة سيدنا صوتك يقطع لحظة نعم تفضل تفضل يا حج وعد لحظة وقف أنا قلت لك لحظة أخونا القعقاع أنت تقول أن عبد الله بن عمر أخطأ في أنه بايع يزيد بن معاوية صح؟ نعم. طيب أنتم ليش أخطأ وهو يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله ويقول ينصب لكل غادر آثم ويقول بايعنا هذا الرجل على بيع الله والرسول، فدليل عبد الله بن عمر هو حديث النبي، وعندكم في صحيح مسلم أنه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فتسمع وتطيع، لماذا أخطأ؟ لا أول شيء يا حج وعد رجاء تعطيني الحديث النبوي اللي بيحكي ضرب ظهرك وجلد جسمك وأبصر إيش هذا الحديث، أعطيني إياه لو سمحت الحديث بعد في صحيح مسلم أعطيني الحديث قرأ إياه الحديث كامل لو سمحت الآن أتيد من حفظي ولا أستخرج الكتاب؟ لا استخرج لي إياه لو سمحت. طيب يقول يأتي قوم حديث حذيفة وناس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فقال حذيفة يا رسول الله لو أدركت هؤلاء ماذا أصنع؟ فقال تسمع وتطيع وانظري بظهرك وخذ مالك. تفضل أقرأ لي الحديث لو سمحت. طيب سأقرأ الحديث الآن، سأقرأه من الشاشة وبعد ذلك استخرجه على الكتاب مو مشكل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب صحيح مسلم. طيب يقول الحديث تفضل. يقول قال حذيفة بن اليمان، أنا ما أقرأ السند على اعتبار في صحيح مسلم، يقول قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر، يوجد شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قال قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة، شوف أخواني أئمة، لا يهتدون بهداي، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يعني لا هدى النبي القرآن يهدي للتي يقوم، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، يعني شيطان، الله وكيلك شيطان في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ شو أسوي؟ جواب من النبي، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطيع. جاوب، أكمل الحديث يا حاج. خلص هذا الحديث. في نسخة الآجر يقول لا 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 قبل الآجر، لحظة، لا لا كمل الحديث، هو هذا كمل نقطة خلاص الآن أستخرج لك على الشاشة، خلص الحديث ما في، اقرأ أنت كمل حديث خلص على الشاشة الآن أضعه، يلا قرأته وكامل تفضل. طيب ما في كلمة بعد ما في. طيب أول شيء خلصنا من الموضوع الأول، موضوع ثورة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لا 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 قال موضوع ضرب كذا، خلنا أكمل يعني خليني شيء يا زلمة، خليني أكمل النقطة الثانية، ضرب ظهرك وجلد ظهرك، واضح. اقرأ الأحاديث اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الموضوع ونفس الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين، وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلزام الجماعة أي رضاء جماعة المسلمين، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا بإطاعة الطاغية في الطغيان، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهناك آيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الطاعة لا تكون في عصيان الله سبحانه وتعالى أبدا. وقتل الحسين، هدوء، خلينا نتناقش لحظة حتى ما نهرب من الموضوع الآن، لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا النبي قال لا يجوز طاعة مخلوق. زين إذا الأمير شيطان، هو يقول في إخواني هذا الحديث أمامكم اللي أنا قرأته أمامكم على الشاشة أمامكم، هذا صحيح مسلم وهذا الحديث أنا معلمه بالأصفر. الآن الذي لا يهتدي بهدي النبي ولا يستن بسنة النبي، هذا طاعة ولا معصية لله؟ معصية لله. زين معصية لله، شلون النبي يقول مع هذه المعصية اسمع وأطع له؟ طيب خلينا أقرأ الحديث لو سمحت. أقرأ. عن أبي هريرة الصحيح رواه مسلم، هذا راح يصير مثل هذا شو اسمه ابو يوسف، هذا اطلع الحديث الغلو شنو هذا ابو يوسف؟ غلو التقصير. طيب الان سالتني سؤال،
أعطني أعطني أحد من الصحابة أطاع يزيد أو أطاع غير يزيد. هذا مو موضوعنا. لا. لا, لا 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 أنت بتتكلم أطاعة الحديث آخر حديث. لازم خلنا أجاوب أجاوب. هذا الحديث أمامكم على الشاشة. نعم 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 نعم. هذا الحديث أمامكم على الشاشة. لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. سألتك السؤال. الذي لا يهتدي بهدى النبي ولا يستمع هذا عاصي ولا طائع؟ قلت عاصي. من عاصي والنبي يقول شوف راح اضع لكم اصفر يقول تسمع وتطيع. نعم اسمع واطع. امامك خليت لها اصفر. ممتاز. الان انا بدي اسالك سؤال يا حاج وعد. لا جاوبني لا تسالني. أجاوبك أنا عندما يكون اجاوبك. طب تعطيني مجال اجاوب بدون مقاطعه. عند النبي عليه الصلاه والسلام يقول لكل امه الاسلام والمسلمين لو كان الحاكم ليس على الهدى وليس على ولا يقوم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ولكن لم يامركم بشيء منكر فأنت تطيعه بالأمور التي لا تخالف دين الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بعطيك أعطيك مثال. خلينا نكمل. أستاذ هذا الهروب ما ينفع. الآن أيها المشاهدون الكرام أمامكم الحديث. في رجل لا يهتدي بهدي النبي لا يهتدي ولا يستن بسنة النبي. هذا شنو هو يقول؟ شيطان يقول سيقوم فيهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان. يعني هو صح تشوفه إنسان أمامك لكن هو الله وكيلك شيطان. يقول له لو شفت هذا الشيطان شو أسوي له؟ النبي يقول له الله يقول اهدنا الصراط المستقيم ونبينا يقول اهدنا صراط الشياطين. نمشي نتناقز ورا الشياطين نمشي. والله هو هذا دين؟ هذا أنا ألزمته على الإلزام يريد يهرب من هنا وهنا. لا طاعة من مخلوق. أنت من تجي هنا بالبرنامج الله وكيلك كلمة كلمة. لا أنت مش معطيني مجال أرد. أنت تقطعني يا حاج. أنت مش معطيني مجال أكمل كلامي. وين رايح أنت؟ غير أسحبك. خلينا أكمل كلامي الآن. عمي هذا ما عنده لا هدي الله ولا لأن هدى النبي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس وكتاب القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن هو الهدى. لا يهتدون بهداي هدى القرآن هدى ونور القرآن. طيب. هذول ما يهتدون بالقرآن. طيب. ولا يستنون بالسنة. يقول يا رسول الله إذا أنا على ذولا أطيعهم اللي ما يهتدون اللي هو شيطان أطيعهم. نعم. ولا لا؟ يقول له والله أطيعهم حتى لو أخذوا مالك. زين أخذوا. نعم. مالك هذا عصيان. في رجل أخذ مالي بالحرام يعني ما هو بالحلال أخذ مالي بالحرام هذا عاصي ولا مو عاصي؟ عاصي. طيب. شو سوى أطيع له؟ يقول له طيع حتى لو بتوثية على الوالد والديك. طبعا مو أنت قصدي. نعم. شو بتسوي؟ يلا. طيب يا حاج وعد اعطيني وقت اجاوب الله يرضى عليك. الان يا اخوان انتم شايفين الان كيف خرجنا من الموضوع دخلنا موضوع ولكن مع ذلك راح اجيب بس يا رب اخذ الوقت حتى اجيب. النبي عليه الصلاه والسلام ينبئنا عن حادث مستقبلي سيحدث لامه الاسلام. راح يجوا ناس طغاه وهؤلاء الطغاه راح يكونوا موجودين وحاكمين متسلطين على الامه وهذا الحكم المتسلط على الامه أنت تطيع الحاكم بدون معصية الله حتى لو ظلمك تطيعه دون معصية الله. وأعطيك أمثلة على ذلك الآن. كثير من حتى لو ظلمك. لا لا الكلام ما يعبره. تقول تطيع حتى لو ظلمك. الظلم معصية ولا طاعة؟ الظلم الشخصي. نتكلم عن الظلم الشخصي. عمي حاكم ظلمني يا أخوان والله ما تنفعكم هذه الكتب دمار عليكم. الآن حاكم ظلمني هذه معصية ولا طاعة؟ معصية. زين شلون أطع وفي المعصية وتقول نبيك يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ تسمع وتطيع.
طيب الآن تسمع وتطيع للأمير صح؟ ايه. طيب اقرأ بداية الحديث لو سمحت. لا يستنون بسنتي لا يهتدون بهداي. مين هم؟ مين هم؟ يكون بعد أئمة. أئمة أيوة أيوة أحسنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن ميز بين الإمام وبين الأمير صح؟ شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ميز بين الإمام والأمير صح ولا غلط؟ لا لا غلط غلط. لا مش غلط. ونص لا. الغلط. لا مش غلط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في البداية تكلم عن أئمة يعني إمام، ولكن عندما قال للمسلم قال أطع الأمير أي أمير الأمة الإسلامية، أطع من يكون من المسلمين يعني أمير المسلمين. أقع اسمع اسمع. الآن عندنا في البلاد ملك الدولة الفلانية وعندنا أمير الدولة الفلانية، شو الفرق بينهم؟ أنا بقول لك شو الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإمام والأمير. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المسلمين دائما أن يؤمروا عليهم شخصا من بينهم صح ولا مش صح؟ مين هؤلاء؟ النبي لما طلب المسلمين هل طلب يعني النبي هل طلب ألم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤمر على المسلمين الأمير يمثلهم؟ لحظة يا حاج وعد خلينا نكمل القعقاع. لا لا خلينا في الحديث يقول يكون بعدي اسمع يكون أيوة. بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بالسنة. ذول كويسين ولا مش كويسين؟ هذول عاطلين. شنو يعني مش كويسين؟ مش كويسين يعني هم ذول قصدك ذول اللي عينوا الأمير؟ هذول مش معينين الأمير. المسلمين عاد النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن يكون لكل لا. جماعة أنت لا إله إلا الله. خلنا نكمل من موضوع بلحظة أخونا تتقفز من موضوع أنه النبي أنا في نفس الموضوع. لا لحظة فرق بين الأمير وبين الإمام صح؟ نعم نعم. طيب اسمع الآن هذول اللي قلت عليهم عاطلين هم أئمة، الأمير نعم. تابع لهم ولا مش تابع لهم؟ غير تابع لهم. تابع الأمير. الأمير هو من يمثل، هو من اختاره المسلمين وكان في لحظة الضعف لحظة والإمام. الضعف والإمام. لا إله إلا الله. والإمام. لا إله إلا الله. الإمام النبي تكلم عن الإمام، تكلم عن أئمة الظالمين الجائرين ويقول للمسلم إلزم الأمير لا. الجماعة. وفي أحاديث أخرى إلزم جماعة المسلمين وأميرهم. محايلة ويايا مات. أجيب الأحاديث الثانية. لحظة 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 لحظة. الحديث أنا واضح أمام الناس. لحظة الآن هؤلاء الأئمة الذين لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي هذول مين اللي عينهم؟ مين؟ ما حكى النبي مين عينهم؟ هؤلاء ممكن أجوا بالقوة. أنا أسألك الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي مين عينه؟ عين عبد الملك. وهم عبد الملك مين عينه؟ الناس. آها لا مش الناس. يزيد مين عينه؟ يزيد مين عينه يزيد؟ معاوية. إذا مش الناس. لحظة أصبر أصبر. الآن معاوية عين يزيد. هذا أيوة. من اسمع هذا من الناس الذين لا يهتدون بهدى النبي ولا يستنون بسنته صح؟ 100% صحيح. هذول نطيعهم ولا ما نطيعهم؟ هذو نطيع الأمير. مين كان الأمير في ذلك الوقت؟ ألم يكن الحسين والحسن هم أمراء المسلمين؟ لحظة 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 يا أبو هذا المعين. لحظة قبل الأمير أنت مو فرقت الآن ليش تهرب إلى الأمير؟ خلينا بالإمام. الإمام عين معاوية. الآن دولة نطيع يزيد ولا ما نطيع الإمام؟ لا نطيع لا نطيع يزيد. أحسن. الآن إجا التتفرق الأمير. الأمير مين عينه؟ الأمير اختاره المسلمين كما اختاروا الحسين كما اختاروا الحسين المسلمين. مش أهل الكوفة أرسلوا له 12,000 ولا 16,000 اختيار الحسين يعني هذا هو الأمير. فكان يعني يجب على المسلمين إطاعة الحسين لا وليس لا إطاعة يزيد. يعني قصدك الآن تطع الأمير يعني تطع الحسين؟ طبعا وهذا واضح يعني حديث النبي. يعني الحسين اسمع ده اسمع يعني الحسين تطيعه اللي يضرب ظهرك ويأخذ مالك؟ لا ألتزم بأوامر الحسين. فإن خرج على هؤلاء الطغاة خرجت معه وإن سكت على هؤلاء الطغاة سكت معه. عمنا 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 الآن هو النبي يقول تسمع للأمير وإن أخذ مالك وإن
ضرب ظهرك يعني. نعم. الحسين ياخذ فلوسكم ويضرب ظهركم. النبي يقول، النبي يقول للصحابي تسمع كلام الامير حتى لو الائمه ضربوا، حتى لو الامام المجرم. لحظه يا حج، يعني الحسين مجرم؟ لحظه مع عباس، لا تقولني ما لا اقول يا حج. ليش خليني اكمل، لحظه خلت تتكلم مع عباس اخونا الكلام. ورحمه الله وبركاته. عظم الله اجوركم. عظم الله اجوركم اختنا. والله يا اخواني صدقني يا ام عباس، لحظه، انا لو على هذا الدين والله يا اختنا معبا، والله دقيقه ما ابقى، والله العظيم. يعني انتم السنه اللي تتابعون الان، معقوله وصل بكم الحال؟ يعني انا ما ادري انتم شلون باقين على هذا الدين، والله ما اعرف. والله انا دماغي يريد ينفجر. تفضل يا اختنا. يا ابو مصطفى رحم الله والديك، يعني انت تجيب القعقاع مع احترامات للقعقاع، والله اليوم عجبني بكلامه. يعني تجيب لابو عائشه أو هذا من فلسطين، عمار من فلسطين، يعني هذا وين الثامن ترى؟ مثل ما يقول عائشة، والله سمعي 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 سمعي، وحق فاطمة الزهراء، أبو عائشة وعمار أوضح عقيدة ومن الأخ قعقاع، وقعقاع أسوأ من عقيدة هؤلاء بألف قط. وحق فاطمة، لا والله وحاشا، والله إني من أتباع الحسين وعلي الكرار ذو الفقار، وحسبي الله ونعم الوكيل، وسنرى يوم القيامة من يقف في جانب علي ومن سوف يتبرأ منه علي، سنرى من علي ممن يتبرأ يوم القيامة. نحن من رفعنا علي الكرار ذو الفقار، وأنتم من جعلتوه يكسر ضلع زوجته وهو ينظر. شفتي؟ ينظر. هذولا واضحين. هذا على قولة الإنجليزي. علي عندنا كرار. أم عباس يا بس اعطينا مجال أخون. أم عباس أخوان. حجي مداخلة سريعة، مداخلة. أقول هذا المثال. سريعة. أيهم أعظم؟ خليني أكمل يعني أنت بس. خليني أكمل. تفضل سيد يا سيد. بس. نص دقيقة مع عباس، نص دقيقة. أيهم أعظم؟ الذي يطعن في عرض زوجته ويسكت، تتهم بأنها زانية ويسكت ما يفعل شيء، والذي تضرب زوجته على عجيزتها وينزعون ثيابها أمامه، ها؟ أيهم أعظم؟ أم الذي يكسر ضلعها تقتل؟ أيهم أعظم؟ جاوب جاوب بسرعة، جاوب جاوب. يضربون زوجته على عجيزته، على عجيزته. نائلة نائلة بنت الفرافصة، نائلة بنت الفرافصة. مش مجال أجاوب. زوجة زوجة عثمان، خلي أوصل لك الرسالة، خلي أوصل لك رسالة بصورة صحيحة. زوجة عثمان ضربوها على عجيزته أمام عثمان ونزعوها، يقول وهتك عرضه. ابن تيمية يقول هتك عرض عثمان أمامه وما سوى شيء. لا لا لحظة 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 يا خلنا جاوب. اي جاوب جاوب. عثمان لم يتنازل، عثمان لم يتنازل عن الخلافة للقضاء. عثمان قدم دعوة ولم يتنازل. ما أتكلم، اسمعني اسمعني، أنا ما أتكلم عن الخلافة. عثمان رجل كبير، ليس كالبتان. اسمع اسمع اسمع، ليس عثمان قدم دعوة. الكلام عن يا رجل، ليس الكلام عن الخلافة، عن رجل ضربوا زوجته أمام عينيه على عجيزتها وقال نفلونيها ونزعوها ثيابها، خلوهم أمامه وسكت. وقتلوه على جبان، وقتلوه قدم دم مقابل كلمة. سكت. اسمعني، لم يسكت عثمان. لا 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 سكت. ماذا فعل يا عمي؟ خلينا ماذا جاوب. فعل؟ هل قاومه؟ هل قتل واحد منهم؟ هل شيء؟ طيب. جرح واحد منهم، جرح واحد منهم. طيب ممتاز. اسمعني ممتاز. جرح واحد، ضرب له واحد منهم. طيب. اسمع يا قعقاع، عثمانك هل ضرب واحد منهم بالكلينس؟ بالكلينس طيب. تفل عليه، شنو سوى؟ ضربه زوجته امامه، نزعوها ثيابه امامه وسكت. اجاوب مو جبان. اجاوب يجاوب. اجاوب. طيب عثمان جاوب. عثمان ضربوا زوجته وانزعوها ثيابه كما تقول، وبقي صامدا ويعلم انه يقتل، فدخلوا عليه بالسيوف وقتلوه. عندما قتل يا ربي، يا صامدا يا صامدا يا صامل الوجه، يا الله. يعني خلينا نجاوب، خلينا نجاوب.
يعني زوجته ينزعون ثيابها، هو يعني ساخن ثياب، هذا صمود، هذا صمود، تضرب زوجته امامه وينزعون هدومها، هذا صمود، هو ساكت ما يفعل شيء، ما يحرك ساكت. لماذا ضربت، لماذا ضربت زوجته، لماذا ضربت زوجته، لماذا ضربت زوجته؟ يا رجل اللي لو تنازل عثمان، لو تنازل عثمان عن الخلافة ضربت زوجته؟ يا رجل عوف التنازل، يا اخي عوف التنازل، اسمعني، علي تضرب زوجته ويتنازل، يا علي يضرب زوجته ويتنازل، اسمع اسمع اسمع، يضرب زوجته ويتنازل ولا يموت كما مات عثمان، لا تصارع، لا يموت كما مات عثمان. من أشجع؟ الذين دخلوا عليه، الذين دخلوا عليه أربع أشخاص: عبد الرحمن بن عديس البلوي، محمد بن أبي بكر، وشخص يقال له حمران، والموت الأسود. أربع أشخاص يدخلون عليه، ينزعون زوجته ملط، لا تصيح، ينزعون زوجته ملط ويضربونها على عجيز أخواني، هو قاعد كاظم المصحف ويثنوا عليهم. هذا شو تسميه؟ هذا الدليل، هات الدليل، هات الدليل، تعدوا على زوجة ما بقى التاريخ أي دليل، حتى ابن تيمية، إمامك ابن تيمية يعترف بها، إمامك ابن تيمية يعترف بهذا يا رجل، إمامك ابن تيمية يعترف بهذا يا رجل. لحظة يا قعقاع، الآن سيدنا أنا سألت سؤال، لحظة شفت أم عباس تقدمتني، بس أريد أقول لك أم عباس، أكو مثل يقول ناعم ملمسها قاتل سمها، والله عمار وأبو عائشة أنقى وأوضح بمئة مرة من هؤلاء الذين يتكلمون. أنا وأنا مسؤول أمام الله. خلنا نتكلم اليوم، أنا إذا أكون خلنا نتكلم. تفضل. بالنسبة خلنا نتكلم، رحم الله عندك، بس أعطونا مجال شوية. بالنسبة إلى أبو عائشة كفن حسين، بالنسبة إلى أبو عائشة قلل ويكاد أن يكف أمير المؤمنين. بالنسبة إلى القعقاع يقول لك علي بن أبي طالب والحسين هو على الحق، فأين هذا من هذا؟ أو لحظة، صبري، أنت الآن تقولين إنه هو قال الحسين على الحق ويزيد باطل، خوش. قبل شوي قال انه الذي جاء بالباطل هو معاوية، زين؟ لا، راح اسأله سؤال امامك، هل معاوية باطل ولا معاوية حق اللي جاء لنا بالباطل؟ تفضل يا قعقع. طيب، معاوية بن ابي سفيان اقول به كما قال الكرار ذو الفقار. شوف يا زلمة، خلنا نجاوب، ليش بتهربوا من علي؟ ليش انا لحظة، لا تلعب وياي هاي اللعبة الآن، بعدين نجي لين أنت. الآن إذا قلت قول سأفتح الكتب وأتابعك وأقول صح ولا خطأ، وبايع عن القوم الذين بايعوا أبو بكر وكان لله رضا ومعرفة إيش وكذا، نعرف هاي. أنا الآن أسألك، شفت مع عباس شون يلف ويدور؟ سؤال راح أعيد. لا، يا أختنا مع عباس، لحظة أخونا القعقاع، أنا أريد رأيك الآن، راح تأخذ الميكروفون وتقول لي أنا أريد أن أقول رأي علي. أول شيء يعطيني رأيك وبعدين نقول لي رأي علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن الذي جاء بالباطل بيزيد أمام الأخت أم عباس اللي هو معاوية، هل معاوية باطل؟ تفضل جاوبني. طيب، ألو يا حاج وعد، تفضل اسمعك. لا تقاطعني رجاءً، لا تقاطعني، خليني أجاوب. اسمعوا يا أخوان عشان تسمعوا رأي السنة الحقيقي الصحيح. سيدنا علي كان على الحق وكان معاوية على الباطل في قتال علي رضي الله عنه وأرضاه. أنا ما سألتك عن هذا. أصبر. شوف أخوان، أنا سألته عندما جاء بيزيد، راح تركني وراح معاوية على الباطل وما أعرف إيش في المعركة. وهذا ما كان سؤالي. يهرب من الإجابة. يهرب من الإجابة. سؤالي أنا ليش أقول عمار واضح؟ سؤالي معاوية جاب لنا يزيد ابن معاوية، وأنت لعنت يزيد وسفلت به كما تقول الأخت أم عباس. سؤالي
هل معاوية أحسن تناقض، هل معاوية مدمر الأمة؟ اسكت يا عمه اسكت الآن، جاوب يا قعقاع، هل معاوية هو من دمر الأمة بمجيء يزيد بن معاوية؟ تفضل. طيب حاط علي ميوت يا زلمة، حاطني ميوت، حاطني ميوت يا حج. الله، في صوت؟ في صوت يا اخوان؟ صوتك مسموع، طيب صوتي مسموع. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أولا كان على الباطل وكان باغي عندما قاتل علي بن أبي طالب، ثانيا عندما عين يزيد، يا عمي خلني أحكي كلمتي، عندما عين يزيد كان على الباطل، كان على الباطل، كان على الباطل عندما عين يزيد وجعلها وراثة، ولم يأخذ بكلام القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في الشورى بين المسلمين، لا نجامل في الدين. معاوية كان على الباطل. لحظة، يعني إذن اسمع، ورضي الله عنه وهو على الباطل. جاوبتك، جاوبتك رش عمر. لحظة لحظة لا 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 ما جاوبتني الآن، راح أورطك، اصبر بس اصبر، خلونه يا لحظة أخ عمار، خلونه يا انت تقول ان معاويه رش عمر ايه؟ ايضا مثل معاويه، معاويه فعل مثل ابو بكر. احسنت، اصبر جاوب على هاي النقطه اولا. انت تريد، اسمع، تريد ان تقول خلاف الشورى ابو بكر عين عمر، فابو بكر باطل. طيب انا بتحدى تحدي وبطلع لك من عندك ومن عندي انه سيدنا ابو بكر رشح عمر وأخذ الشورى من المسلمين، فرضي المسلمون بعمر ولم يعينه تعيين. الحديث في البخاري، بابا أنتم ما تقول لي شنو. لا إله إلا الله. الحديث في البخاري، عمر يقول إن كنت مستخلفا فقد استخلف من هو خير مني، استخلف مو رشح، استخلف برضا، برضا الصحابة بعد مشاورتهم. الآن بدك الأدلة، بدك الأدلة. هدي لحظة حجي، رحم الله والديك، لحظة الله يعطيك الصحة والعافية. اسمعنا حجي أبو مصطفى، هسه احنا خلينا دعينا من الخلافة والسقيفة، دعينا من السقيفة المعروفة، سواء قعقاع ينكرهم أو يحبهم، دعينا احنا اليوم كلامنا بالحسين سلام الله عليه، يقول لك القعقاع يشتم يزيد مقابل الحسين. أما بالنسبة إلى أبو عائشة يا قعقاع، عايز أسألك سؤال. يقول أبو عائشة قبل يومين كان في قناة أخرى يقول طين لو دين، أين علي مثل من أبي بكر؟ ما أين الثرى من الثرى؟ ما يستوى، يعني علي ما له أهمية أمام أبو بكر، أنت تقبل؟ أبا بكر ذهب إلى علي إلى بيته فبكى، بكى وقال والله يا علي، قال والله إنك أحب إلي من أهلي. الذي بكى عند علي من أبي طالب لمقام علي. يا مو هذا سؤالها يا باش فيكم. ما هذا سؤالها، خلينا نكمل لو سمحت، خلينا نكمل لو سمحت، خلينا نكمل لو سمحت. فضل علي رضي الله عنه وأرضاه بين الصحابة معروف. مو هذا سؤالها، مو هذا يا ابن العم، يعني ليش هذا العذاب؟ اسمع عيد السؤال، انا عندي كم سؤال قعقاع، عندي كم سؤال يا بعيد سؤالك، شلون بلوى يا ربي، عيد سؤالك. يعني اسمعني يا قعقاع، خليني شوي ويا اصلا يا ابو، يا قعقاع ابو عائشة وهذا اليمك الثاني عمار يقولون علي بن ابي طالب ما عنده اي ميزه ولا اي كرامه ولا عنده اي شيء، يعني يكاد يا أن يقولون عليه جبان أو ليس عنده دين أو لا أو لا أو لا، ويفضلون أبو بكر عليه ويقولون أين الثرى من الثرية، يعني شلون علي بن أبي طالب مقابل أبو بكر؟ أنت لا تقول لي أبو بكر شو قال، أنت قابل بهذا الكلام اللي يحكيه أبو عاش أو عمار؟ أنا راح أتكلم الآن أمام الله سبحانه وتعالى، أنا أعشق علي بن أبي طالب وأحب أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة المسلمين. عندي علي يا رجل، ليش بتقاطعني زي المخابرات؟ عندي علي بن أبي طالب، أنا بتكلم عن نفسي، عندي علي بن أبي طالب بعد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عشقتك يا حيدرة، عشقتك يا ذا الفقار، أحبك والله، يعني أقبل
هي سؤال افضل الافضليه على الافضليه عند الله سبحانه وتعالى. انا بالنسبه لي لا 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 تلف وتدور. سؤاله علي عندك افضل من ابي بكر، نعم ولا لا؟ نعم. صحاب النبي تسكن حبي انا كشخص، حبي انا لعلي بن ابي طالب، ولكن افضليته عند الله. ما جاوبت يا ام عباس. ام عباس رحم الله وسيدك ليس القعقاع. ام عباس سؤال يا رب القعقاع. ام عباس سؤال لحظه يا اختي اعطيني مجال. ام عباس لحظه انا لا 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 اسمعي. انا دافعت عنه هذا الشخص لانه استاذ يزيد، لانه قال معاويه باطل وما قبل علي. فانا يختلف عن ابا عائشه ويختلف عن عمار الفلسطيني. هذا الانسان يختلف والله. عمار احسن منه ب 100 قاط، وابو عائشه احسن منه ب 1000 قاط. خلي يولي عمار وابو عائشه. والله يا حج، والله يا حج، والله يا حج، انت تقول عمن يمجد يزيد القاتل المجرم من قتل وسفك دماء الحسين والصحابه في المدينه، تمجده عمن يدافع عن دم الحسين، تمجده وتقول افضل من القعقاع، لانك لا تريد ان ترى الموقف السني الصحيح، لا تريد ان ترى موقف اهل السنه الصحيح، تريد ان ترسم صوره اهل السنه انهم اتباع يزيد. ونحن والله بريئين من يزيد واتباع يزيد، ونحن من اهل الحسين واهل علي البتار اهل علي. خلاص الان تكلمت. لحظه اوقفي يا ام عباس، والله مدى نستفيد. ام عباس ارجوك مدى نستفيد. انا سالت سؤالك الان. ام عباس سالت السؤال، ايهما افضل عندك، علي عليه السلام ام ابي بكر؟ جواب تفضل. ابو عائشة يقول اين الثامن الثامن؟ اللهم افرغ علي صبرا يا رب. توافق على ما قاله ابو عائشة وعمار من فلسطين ان علي بن ابي طالب ليس له ميزة، وابو عائشة ما يشتاف من لا. مو هذا الجواب، مو هذا الجواب يا بنت الحلال. هذا راح يقول لك ما وافق لان علي بن ابي طالب عنده فضائل وعنده ميزه ويرجعها. انا ارجوك لا تقاطعين ام عباس. الان سؤال، ايهما افضل عندك، علي عليه السلام ام ابي بكر؟ جواب بماذا فضل. بماذا افضليه؟ بماذا؟ بكل شيء عندي. اول شيء علي بالشجاعه والقتال افضل من ابي بكر عندي. علي في النخوه، علي في الحرب افضل من ابي بكر عندي. علي بن أبي طالب في قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر عندي. علي رضي الله عنه بصبره وجهاده ووقوفه ضد الفتن أفضل من أبي بكر، وعندي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بأفضليته بشهادة علي رضي الله عنه وأرضاه. أما في الدين وما يتعلق في تقييمهم بدينهم، فالفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أقدر أنا أن أقول من أفضل. الله سمعتي يحدد. لحظة سمعتي، بالدين يقول، في الدين هذا شوية تلميع، في الدين يقول ما أقدر أفضل علي بن أبي طالب ولا أبو بكر. أقول الله أكبر يا ربي يا أم عباس. سمعي أنا سأل السؤال، مدينة العلم وعلي البابا. لا تخلي اللهم أفرغ علي يا بنت الحلال. سمعيني، لما واحد يقول لك الآن، أنا خاطبك لك، يقول لك بالدين لا أستطيع أقول أن عليا أفضل من أبي بكر، هو شنو الدين؟ ممكن تشرحي لي شنو الدين؟ لما واحد يقول لك بالدين ما أقدر، هو الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. يقول لك بالإسلام ما أقدر أفضل علي على أبي بكر. شفتي يعني لو وضع إيمان الأمي في كفي وإيمان أبو بكر في كفي لرجحت كفة أبو بكر، هذا كلام الرسول. هذا واضح. يقول لك أبو بكر أفضل، واضح رجال.
لو وضع الإيمان الأمي في كم الآن كم الآن المداخلة القعقاع لا تقاطع كم المداخلة مع عباس أنا تأخرت تفضل يلا كمل المداخلة أقول لك أما من الأفضل عندك يزيد لو الحسين عمار من الأفضل عندك يزيد لو الحسين يزيد أفضل بكثير من مليون مرة في خدمة للإسلام في مليون مرة حاشا لله يا ناصبي يزيد أفضل من سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه يزيد الحسين الذي كان يقبله النبي من شفتيه الحسين الذي كان يرفعه النبي على أكتافه وهو يصلي سيد شباب أهل الجنة يا رجل يزيد القاتل المجرم وليس صحابي أصلاً أفضل من الحسين 100 مرة عندك اللهم احشرك مع يزيد اللهم احشرك مع يزيد اللهم احشرك مع يزيد والحجاج اللهم احشرهم معهم يا رب العظيم هؤلاء من يدافعون عن مجرمين وطغاة هذه الأمة احشرهم معهم يا رب العرش العظيم سيدنا الحسين الذي ضحى بدمه عشان شرفك ضحى بدمه عشان شرفك وعشان يفهمك انه يجب ان تدعي انك فلسطيني تدعي انك فلسطيني وين انت وين فلسطين روح اتعلم سيدنا الحسين الصحابي الجليل النبي عليه الصلاة والسلام يقتله المجرم رغم أنه يا حبيبي يا حسين رغم أنه يا حبيبي يا حسين وقف وقال حطوني على الحدود مقاتل أو ابعثوني ليزيد أو دعوني أعود ولكن أصروا على سفك دم سيدنا الحسين تقول عن يزيد من كرم قتلت الحسين وكرم من قطع رأس الحسين ولعب بشفاه الحسين الذي كان يقبلها النبي تقول عنه أفضل مرة من الحسين والله النبي محمد بريء منك ليوم الدين والله وهذا تحدي والله محمد عليه الصلاة والسلام بريء منك ليوم الدين دليل واحد لم تعطينا دليل واحد بتكره الشيعة بتكره الشيعة لحظة عشانك في خلاف بينك وبين الشيعة وعشانك بتكره الشيعة بتقف مع الطغاة المجرمين أن تجيب عليهم أصلا يا رجل أجيب ولا ما أجيب هو في أوضح من هيك مسألة صحابي جليل الحسين انسى انه ابن علي شباب أهل الجنة يا عمار ويزيد شارب الخمر ومثلي لا يبايع مثله الحسين سيد شباب أهل الجنة على انت تروح للجنة بعد يومين طيب أيها المشاهدون الكرام شكرا للجميع ويستمر الحسين عليه السلام شوك ضد الظالمين ويستمر أتباع الحسين عليه السلام أنهم هم الذين يدافعون عن منهج محمد العفو سيدنا تفضل سيدنا أنا ما تفضل فقط كلمة واحدة ذكر الأخ أنه سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام تزوجها مصعب بن الزبير وهذا الكلام من كذب لأنهم رواية الزبير بن بكار وغيره من الزبيريين النواصب الأعداء لمحمد وآل محمد عليه السلام حتى هذا أبو بكر قال أنه عبد الله بن الحسين عبد الله قتل رضيعا متى سمي أبو بكر وهو اسمه عبد الله فكلام يعني لا وزن ولا قيمة له هذه يراد أيضا هذه الأمور أنه في معركة الطفق هل هنالك عمر وأبي بكر سنبحثها إن شاء الله لكن إخواني بحثنا كل شيء وللإنصاف أنا أوجه هذا السؤال لإخواننا السنة هل سمعتم جوابا حسين مني وأنا من حسين ما هو الجواب في هذه القضية أترك لضمائركم لإنصاف هذا البرنامج هل سمعتم أنا جئت بالأدلة من كتب السنة هم شرحوا لنا ما معنى